أضر بالجود والإحسان، المنعم على عباده بنعم لا يحصيها العدل والحسبان. أنا ما علينا بإنزال هذا القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان، ونصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببدر وسماه يوم الفرقان، وأعزه بفتح مكة أم القرى وتطهيرها من الأصنام والأوثان. أما بعد، مديري الفاضل، أساتذة المحترمين، إخواني الطلاب والطالبات، فإنه يسعدنا ويشرفنا نحن طلاب الصف السابع أن نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم 16 من فبراير 2016 ميلادي، 5 ربيع الثاني 1434 هجري، وأول فقرات برنامجنا الإذاعي لهذا اليوم القرآن الكريم والطالب عبد الله. بعد أن استمعنا إلى القرآن الكريم والحديث مع الطالب زينب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب العبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحضر عن عند ذلك ويدع الدعاء. رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع الحكمة والطالب ملاك. الوقت كالسيف لم تقطعه قطعت. والآن مع طلب سؤال وجواب والطالب يخبر. ما هو الشيء الذي إذا ذبحته بكيت عليه؟ ما هو الحيوان الذي ينام وهو فاتح العين؟ ما هو ابن الماء الذي إذا تركته بالماء يموت؟ وما آخر فغلطني وفطرت الدعاء مع الطالب حميد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم الإذاعة نحو التحت الصاف بالسابع.